اكيد كمان بينضمنا كابتن رامي صبري احد نجوم فريق انبي. طبعا برحب بيك يا كابتن رامي، وزي ما بنقول سعداء بوجودكم النهارده في هذا الحفل. طبعا الاهلي واتلتيكو مدريد، لا اقول في البدايه بينعكس عليك ازاي اختيارك ان انت تبقى موجود تبع الكوكبه دي او من الكوكبه دي؟ اكيد طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول اكيد دي حاجه كبيره، طبعا حاجه مش للنادي الاهلي بس، لمصر كلها طبعا. واكيد طبعا النادي الاهلي بيمثل مصر من احد الانديه الكبيره طبعا في العالم، مش في مصر بس ولا في افريقيا. وماتش زي ده اكيد لازم الناس كلها تساهم فيه، فدي حاجه كويسه طبعا ان انا تم اختياري طبعا في ماتش زي ده، ودي حاجه مبسوط منها طبعا. اكيد بنسال سؤال عن دور الاهلي الوطني في هذا التوقيت. انت عارف طبعا الارهاب يمكن بينال شعوب العالم كلها وليس شعوب جمهوريه مصر العربيه، لكن شايف النادي الاهلي ودوره الوطني واختيار هذه المباراه تحت شعار من اجل السلام ده شايفه ازاي يا كابتن؟ بص، هو النادي الاهلي عامه مش في الماتش ده بس، لا النادي الاهلي عامه بيمثل مصر في حاجات كتير جدا طبعا، يعني بره مصر في اوروبا وكده. اكيد طبعا النادي الاهلي اسمه كبير، بالدليل ان هو من تاني اكتر نادي في العالم واخد بطولات، فاكيد طبعا دي حاجه كبيره طبعا للنادي الاهلي والمصر عامه، لان كلنا طبعا ضد الارهاب ولازم نبقى كلنا يعني ايد واحده في الوقت ده نرسم للسلام اكيد طبعا. فدي حاجه كويسه طبعا للنادي الاهلي طبعا. رسالتك ايه لكل شعوب العالم ان مصر بلد الامن والامان؟ النهارده الجمهور اللي هيكون متواجد بعدد كبير جدا ده بيدي رساله كبيره جدا. رسالتك الاخيره يا كابتن رامي؟ اكيد لا للارهاب طبعا، ولازم الشعوب كلها العربيه عامه تتوحد، فدي حاجه كويسه طبعا لينا كلنا عامه، يعني الدول العربيه كلها، فاكيد لا للارهاب طبعا. العفو العفو. كل الشكر تقدير لكل نجوم النادي الاهلي ونجوم انبي ونجوم المقاولون العرب ونجوم ايضا فريق مصر المقاصه، ولسه كمان هيكون عدد كبير متوافد من نجوم العرب وايضا نجوم الدوري المصري. مباراه النهارده طبعا تحت شعار ضد الارهاب، مباراه من اجل السلام زي ما بنقول. النادي الاهلي هو الرائد وهو ايضا صاحب الدور الوطني، نادي الوطنيه طبعا كما يطلق عليه. اكيد زي ما بنقول مستمرين معاكم كل مشاهدينا، واكيد بينضم لنا طبعا احد النجوم